في اليوم 61 بعد المئة للحرب دوت صافرات الإنذار في بلدة شلومي في الجليل بعد يوم شهد تبادل للقصف بين إسرائيل وحزب الله. هذا وسلمت الحكومة اللبنانية ردها على مبادرة فرنسا لوقف التصعيد على الجبهة الشمالية. وفي قطاع غزة استمرار المعارك بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية. هذا وصدق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خطة عسكرية للهجوم على مدينة رفح. سنناقش كل هذه التطورات بعد قليل. نعم، أبدأ هذه التغطية من قطاع غزة وينضم إلينا ضياء حسن صحفي مختص بالشأن الفلسطيني. أهلا بك ضياء. ضياء، بداية، ما هي صورة آخر التطورات الميدانية لديك؟ نعم ضياء، هل تسمعني؟ ألو. نعم ضياء، أهلا بك ضياء. بداية، نعم، ما هي صورة آخر التطورات الميدانية لديك؟ نعم، كنت أتحدث يعني عن قبل ثواني معدودة هذا انفجار عنيف في مدينة غزة. سبق هذا الانفجار ثلاثة انفجارات أخرى في مناطق متفرقة من غرب مدينة غزة. إحدى هذه الغارات طالت منزلا في منطقة ما يعرف اللبابيدي في منطقة حي النصر بمدينة غزة. هذه الغارات تزامن مع قصف مدفعي طال عدة مناطق شمال القطاع. هذا اليوم يعني شهدنا في منطقة المصنفة إسرائيليا شمال قطاع غزة، أي منطقة مدينة غزة وشمال القطاع وهي منطقة واحدة تقريبا، يعني كانت اليوم شهدت سلسلة غارات إسرائيلية أدت لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين. مع أذان صلاة المغرب وتناول المواطنين وجبة الإفطار كان هناك شهداء وجرحى من عائلة العلمي في قصف منزلهم في منطقة جباليا شمال القطاع. كل ذلك يتزامن أيضا مع اشتداد الغارات اليوم في منطقة الوسطى لقطاع غزة، تحديدا في مخيمي النصيرات والمغازي. كان هناك سلسلة من الغارات أدت إلى وقوع شهداء وجرحى، نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. وأيضا في خان يونس انتشل مجموعة من الشهداء من مدينة حمد غرب مدينة خان يونس. كل هذه الغارات تتزامن يعني مع استمرار العملية البرية المحدودة في بعض مناطق خان يونس، لكن القوات الإسرائيلية يعني بدأت شبه تنسحب بشكل كامل من المناطق الموجودة فيها في خان يونس سواء في غرب أو شرق خان يونس. لكن الغارات الجوية لم تتوقف والقصف المدفعي لم يتوقف، ولا زالت القوات الإسرائيلية يعني جل تمركزها في قطاع غزة هو على محور ما يعرف بنيت سريم أو مستوطنة بنيت سريم سابقا وشارع الرشيد الممتد مع هذه المستوطنة مع شارع صلاح الدين. هذه المنطقة التي تفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه. الغارات المتواصلة يعني في مناطق مختلفة كانت تخلف العديد من الشهداء والجرحى. كان اليوم هناك يعني أو الليلة الماضية كان هناك العديد من الشهداء والجرحى نتيجة استهداف دوار الكويتي أو الدوار الكويت الذي يتجمع المواطنون عنده للحصول على المساعدات، لكن هذه الليلة يبدو أنه لن يتم إدخال أي مساعدات بعد أن رفعت سفينة تحمل مساعدات قبالة سواحل جنوب مدينة غزة، وسيتم توزيع هذه المساعدات التي وصلت يبدو عبر منظمة أممية وبرنامج الأغذية العالمي الذي سيشرف على نقل بعض الدقيق إلى المخابز التي سيتم تشغيلها في الأيام المقبلة من أجل محاولة يعني تسهيل الأمور على المواطنين الحصول على بعض الدقيق في إطار محاولات يعني حثيثة من دول ومن المجتمع الدولي بشكل عام والدول العربية بشكل خاص لحل حلة الأزمة الإنسانية بدعم أمريكي وضغط أمريكي على إسرائيل من أجل حلحلة الأزمة الإنسانية والمجاعة التي تعيشها مناطق شمال قطاع غزة. نتحدث عن نحو 800 ألف نسمة يعيشون في مجاعة صعبة وفي ظروف قاهرة لا يوجد لها يعني أي علاج جذري حتى اللحظة، حتى بإسقاط المساعدات دون وحتى ربما بإدخال مساعدات عبر البحر. هذه ليست سبيل أو طريق واضحة المعالم. المطلوب هو إدخال مساعدات برا وأن تتولى جهة بحماية هذه المساعدات وتوزيعها بشكل عادل للمواطنين لإنهاء هذه المجاعة التي تحصل في عام 2024، وهو يعني نحن نتحدث عن زمن الديمقراطية وزمن الحريات وزمن الأخلاق وزمن الضمير الحي، لكن للأسف
كل هذه الشعارات التي ترفع من العالم الذي يدعي أنه متحضر غير واقعية ولم يعد لها قيمة في ظل هذه الظروف، عندما الأطفال يموتون هنا جوعا والنساء وكبار السن يموتون جوعا هنا في مناطق شمال قطاع غزة، ولا يجدون سبيلا لمن ينقذهم، ولا يجدون ما يسدون فيه رمقهم ورمق أطفالهم. نحن نتحدث عن مأساة حقيقية، نتحدث عن ظروف كارثية، نتحدث عن واقع يعني مأساوي لأول مرة نعيش هنا في مناطق قطاع غزة في الحقيقة. هذه المرة الأولى، وهذه المرة الأولى التي نشهد مثل هذه الحرب الدموية التي يعني يعيشها سكان القطاع، من قتل، من تدمير، من هدم، من كل شيء ممكن أن يتعرض له الإنسان في هذا الواقع الصعب الذي يعيشه سكان القطاع. نعم، ابقى معي ضياء، أريد أن أنتقل إلى مدينة القدس، وينضم إلينا مراسلنا وسام كبهة. أهلا بك وسام. وسام، أنت الآن متواجد في منطقة باب العمود، ما هي صورة المشهد لديك؟ نعم، هلا، يعني ممكن أن نقول أن الهدوء السلمي هو سيد الموقف هنا في باب العمود في مدينة القدس في ليلة السادس من رمضان يوم الجمعة، الذي كان الجميع يخشى منه أن يكون هناك تصعيد في عرب الداخل الفلسطيني وحتى في الضفة الغربية. نشاهد اليوم حالة من الهدوء، ليست أجواء رمضان الذي عهدناها في الأيام السابقة، ولكن بالفعل هي أجواء سلمية يعني خذلت جميع من كان يريد أن يكون هناك تصعيد أكثر. أريد أن تشاهد الآن، لنترك الكاميرا لوحدها تشاهد هذه الأثناء، نشاهد خروج المصلين يعني من منطقة باب العمود الذين تواجدوا في باحة ومحيط المسجد الأقصى. سنتحدث عن ما يقارب 90,000 مصلٍ الذين ذهبوا وأدوا أداء الصلاة العشاء وثم صلاة التراويح في باحات المسجد الأقصى. نتحدث عن 90,000، ولكن ما يحدث هنا هو أن يعني العديد من الأشخاص الذين تم منعهم من الدخول، نتحدث عن ما يقارب 3,000 قوة شرطية للوحدات خاصة من الجيش الإسرائيلي وجيش حرس الحدود منتشرة في مدينة القدس على غير العادة، استرادات أمنية، حتى نشاهد هلا الجنود الإسرائيليين يضعون الخوذة على رأسهم، وهذا أمر يدل أن هناك حالة استنفار تام من أي لحظة من يكون هناك احتكاك. نشاهد السواتر الحديدية المتواجدة بكثرة في مدينة القدس والحواجز التي تقوم بفض يعني تفتيش الشباب. يجب أن أنوه لنقطة جدا مهمة، وزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت تحدث في السابق وأعلن وقال بأن بالفعل إسرائيل متخوفة من أن يكون هناك تصعيد في الضفة الغربية وفي يعني عند عرب الداخل. أريد أن أرحب بضيفي دكتور موشى إلعاد، كولونيل احتياط في الجيش الإسرائيلي ومحاضر في كلية الجليل الغربي. أهلا بك دكتور. دكتور موشى، رغم كل التهديدات الإسرائيلية لا يبدو أنه يوجد يعني لحزب الله قيمة لهذه التهديدات، وها هي صافرات الإنذار تدوي قبل قليل في مدينة شلومي، منطقة شلومي. طبعا قلنا بالكم اليوم أن هناك في الشمال يعني الشريط الحدودي بين إسرائيل، الشريط الفاصل بين إسرائيل ولبنان، نشاهد حرب استنزاف يومي. وعلى فكرة يعني مين له قوة ردع أكبر من ناحية إسرائيل؟ أعتقد أن الشروط لوقف القتال معروفة، إسرائيل تطالب من حزب الله انسحاب ما يسمى بقوات غدوان التي تتواجد على الشريط الحدودي اللي خلف الإيطاني، معناته 10 كيلومتر من الشريط الحدودي. حزب الله يطالب من إسرائيل وقف القتال في الجنوب في غزة، وفي هناك ثقة بين الجبهتين. إسرائيل لم تقبل بأي ثقة، وطلبت من حزب الله أن إذا هذا الشرط لم يمل بعد 14 يوم، إسرائيل تأخذ إجراءات ضد لبنان، معناته ضد دولة لبنان ليس فقط ضد حزب الله، معناته اجتياح بري إلى لبنان. ولكن للأسف الشديد حاليا الوقت مش مناسب لاجتياح جديد، لأنه إسرائيل تتراكز اليوم بجبهتين، جبهة في جنوب وجبهة إلها طبعا
في الضفة. نعم، سنناقش هذا الأمر. عودة إلى مراسلنا من باب العمود وسام كبهة، حدث هنالك خلل تقني، أكمل لنا صورة المشهد لديك. نعم هلا، بالفعل يعني الحدث التقني هو أنه هناك العديد من الأشخاص متواجدون هنا ولا نملك تغطية كافية نسبة لأعداد الذين خرجوا من صلاة الترويح، وهي ساعة جدا مهمة، ولكن كما أشرت لك في السابق بالفعل الأجواء هي هادئة، هدوء لم يكن يتوقعه أحد، ولكن نشاهد انتشار القوات الأمنية الإسرائيلية في كل مكان مع الخوذة، وهو أمر يدل على حالة الاستنفار التي كانت تطالب بها ومتواجدة هنا حتى اللحظة. نتحدث عن مقارب 90,000 مصلي حضروا إلى باحات المسجد الأقصى وقاموا يعني بإداء صلاة العشاء وأيضا صلاة التراويح. نقطة مهمة أيضا هلا إن سمحت لي، مشاهد في هذه الأثناء. نعم نعم، يبدو أن هنالك خلل تقني. عودا لك دكتور موشي. دكتور موشي، يعني يبدو أنه لا حل على جبهة الشمالية إلا بالحرب أو خطة عسكرية في رفح وتصعيد بالشمال. كيف سيتدبر الجيش أمره في حرب على الجبهتين كما تحدثت سابقا؟ إسرائيل لها قدرة طبعا أن تقعد الجبهتين وتكافح على جبهتين، ولكن طبعا هذه راح تكون بالصعوبة بتجنيد كثير من جنود الاحتياط وبأضرار كبيرة للاقتصاد الإسرائيلي. ولكن إذا الأمن هو أهم شيء، إسرائيل تقوم بتجنيد هذه هؤلاء الجنود وتتحمل كل المسؤولية. ولكن لسنا هناك حاليا، في طبعا محاولات من قبل الطرف الثالث هو الولايات المتحدة الوسيط أموس أوكشتين ليوصل إلى حل وسط. أن نسمع في الأيام الأخيرة أن في يعني طلبات من وجهاء مخاطير وصبلديات بجنوب لبنان من نصالح أن يعني يقف كل الأعمال التخريبية ويقف كل الأعمال الحربية ضد إسرائيل، لأنه كثير من سكان الجنوب تركوا بيوتهم إلى الشمال وفي أضرار كبيرة من الغارات الإسرائيلية ومن المدافع الإسرائيلية في جنوب لبنان. نعم دكتور موشي، في الساعات الأخيرة هنالك تطور على ملف المختطفين، ونتنياهو يوافق على توسيع صلاحيات الوفد المفاوض. ما الذي يعني تغير برأيك؟ السؤال هو هل في تقدم ملموس فعلا حقيقي من قبل حماس؟ والسؤال مش واضح. نعم دكتور موشي، يعني ما طرحته حماس هو ذاته ولكن بصيغة مختلفة. برأيك هل سيوافق نتنياهو وشركائه سموتريتش وبن غفير على وقف الحرب؟ وحيني بس أكمل أقول لك، يعني الطلب لحماس اليوم يعني غير مقبول على إسرائيل. يعني 1,000 سجين أن يطلعوا مقابل 40 أو 50 مخطوفين يعني مش مقبول بالمرة، مش فقط على الوزراء من اليمين بس القتيم من سكان إسرائيل. ولكن نحن أن نفكر كمان موضوع المخطوفين ونقدر الصعوبات بالنسبة للموضوع. فلذلك عشان هيك نتنياهو أعطى أوامر بالنسبة للوفد الذي يطلع يوم الأحد إلى الدوحة في قطر لاستئناف المحادثات عن موضوع الصفقة. أنا مش متفائل كتير أن يطلع منا صفقة جيدة. على كل حال إذا نوصل للصفقة، إسرائيل راح تدفع ثمن غالي جدا، لأنه 10% من المخطوفين حسب الطلب لحماس هم يعني مجرمين، من أكبر المجرمين الذين قتلوا عشرات أو مئات من الإسرائيليين. وفي كل بيت في إسرائيل اليوم يتطلعوا إلى هؤلاء. إذا يطلعوا من السجون لبعد فترة هذا راح تكون مصيبة كبيرة لكثير من الإسرائيليين. ولكن من ناحية ثانية إن المخطوفين، فالمعضلة مشكلة كبيرة هون. أعتقد أن القرار هو أن الصفقة أهم يعني بأولوية أهم كل شيء. نعم ابقى مع دكتور موشي. أريد أن أنتقل إلى الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وينضم إلينا مراسلنا بليغ صلادين. أهلا بك بليغ. بليغ، صافرات الإنذار دوت قبل قليل في شمالي البلاد، ما هي صورة آخر التطورات الميدانية لديك؟
نعم هلا. إذن يعني قبل نحو ساعة وأقل صافرة الإنذار انطلقت مرة أخرى وللمرة الخامسة في هذا اليوم في بلدة شلومي أو في محيط بلدة شلومي. تنضم صافرة الإنذار هذه إلى يعني ساعات اليوم وبعد الظهر عندما انطلقت في مرجليوت في شتولة في عدة مناطق على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. كان هناك طبعا العديد من يعني المرات التي أعلنت فيها وأعلن فيها حزب الله مسؤوليته عن هذا الإطلاق وقال أنه حقق إصابات مباشرة، ولكن لم يكن حتى الآن أي تقرير يوضح يعني إذا كان هناك إصابات في الجانب الإسرائيلي أو أضرار بشكل عام، ولكن واضح جدا أن يعني دائرة إطلاق النار هي محدودة في هذا اليوم، خصيصا إذا قارناها فيما كان يحصل في بداية الأسبوع في الاستهدافات في العمق اللبناني من قبل إسرائيل أو الرشقات الصاروخية الكبيرة بعشرات الصواريخ وحتى 100 صاروخ تجاه مواقع عسكرية حساسة في إسرائيل من قبل حزب الله. الجيش الإسرائيلي بطبيعة الحال يعني رد في كل هذه الحالات على مواقع إطلاق النار وأعلن استهدافه عدة مواقع عسكرية تابعة لحزب الله، إن كان يعني بأبراج مراقبة في مروحين وكذلك مواقع عسكرية ومباني تابعة لحزب الله في يعني عيتا الشعب ويعني مناطق أخرى على طول الحدود اللبنانية في النقورة كذلك الموجودة في غرب الحدود. إذن يعني نرى أن هناك نوع من احتواء يعني ما كان في الأيام القليلة الماضية وحتى في الأسبوع الماضي، عودة إلى قواعد الاشتباك والاستهدافات القريبة من الحدود في طرفي هذا الحدود إن كان من قبل حزب الله أو من قبل إسرائيل. في نهاية الأمر الأمور ما زالت يعني تحت السيطرة وتحت مستوى الحرب في نهاية الأمر كما نشاهد. من جهة أخرى هلا التطورات الدبلوماسية في هذا اليوم يعني كانت لافتة خصيصا بقبول أو برد رسمي من قبل الحكومة اللبنانية على المقترح الفرنسي لتسوية الصراع في هذه الجبهة. الحكومة اللبنانية ويعني نقلا عن صحيفة العربي الجديد القطرية التي تقول أن يعني وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب سلم السفير الفرنسي في لبنان الرد الرسمي قائلا أن الحكومة مستعدة للعودة إلى القرار الأممي 1701 والذي يقضي بعودة أو بتراجع العناصر تبع الحزب الله إلى ما بعد الليطاني ويعني دخول قوى حفظ السلام أو الجيش اللبناني في المناطق الجنوبية، وكذلك مستعدون لتسوية الخلافات على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية المتعلقة ب 13 نقطة منها كفر منها مزارع شبعة وكفر شوبة وكذلك قرية الغجر وعدة مناطق على طول الحدود التي تقول لبنان أن إسرائيل ما زالت تحتلها، وبذلك يعني يعودون إلى ملف التسوية وملف يعني أن يكون هناك نوع من الموافقة من قبل الأطراف على تسوية معينة برية على غرار ما كان أيضا في العام 2021 من تسوية على الحدود المائية في حكومة بنت لابيد التي سبقت هذه الحكومة. إذن يعني هذا بما يتعلق كذلك بالحكومة اللبنانية. أمر آخر فقط هو يعني التصريحات التي جاءت من مصادر من حزب الله لذات الصحيفة صحيفة العربي الجديد تقول أن يعني سيكون هناك بطبيعة الحال احترام للقرارات قرارات الدولة اللبنانية، سيحاولون التأثير عن طريق أعضاء البرلمان التابعون لحزب الله في البرلمان اللبناني، ولكن في نهاية الأمر يعني يرفضون أن يكون هناك أي فصل بين جبهة لبنان وجبهة غزة. بكلمات أخرى يعني طالما تستمر الحرب في قطاع غزة سوف يستمر القتال على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، سوف يستمر هذا الإشغال كما تعتبره حزب الله أو كما يعتبره حزب الله للجيش الإسرائيلي على الحدود، وبذلك يعني مساندة كما يقولون أهالي قطاع غزة أو مساندة حركة حماس التي تعتبرها بطبيعة الحال يعني إيران وحزب الله جزء من محور المقاومة يعني كما يسمونه. إذن يعني واضح جدا أن الأطراف واعية لقضية أن لن يكون هناك تسوية حالية يعني قريبة طالما تستمر الحرب في غزة. نعم، من الحدود الإسرائيلية اللبنانية مراسلنا بليغ صلادين، شكرا لك على كل هذه المعلومات. وعودة إلى قطاع غزة، ضياء، ما الذي تغير بموقف حماس بالنسبة للصفقة؟
نعم يعني حماس لم تغير موقفها بشكل جذري كما تعتقد أو يعتقد إسرائيل أو غيرهم من الأطراف. باعتقاد حماس فقط هي قدمت مقترحا مفصلا ومكتوبا، هذا هو الإطار الرسمي ربما لهذه التطور أو لهذا التطور عفوا. هذا بمعنى أن حماس بعد محادثات أجرتها داخليا ما بين الخارج والداخل هنا في قطاع غزة وما بين القيادة العسكرية والسياسية هنا في داخل قطاع غزة، قدمت هذا التطور القائم على ربما تأجيل الانسحاب الإسرائيلي بشكل كامل إلى مرحلة أخيرة من قطاع غزة وإلى عودة النازحين بشكل تدريجي، بعدما كانت تصر في بعض المراحل على عودة النازحين بشكل كامل، وكانت أيضا موضوع الانسحاب تطالب بإعادة تموضع واضح للقوات الإسرائيلية وتفاصيل هذا التموضع. ولكن حماس يبدو أنها قدمت ملونة في هذين الملفين. الأمر الآخر الذي باعتقادي هو رفعت في حماس سقف مطالبها وموضوع الأسرى، أعداد الأسرى الإسرائيليين مقابل أعداد الأسرى الفلسطينيين، وكل هذا يعني يأتي في إطار محاولة الحركة لجر إسرائيل إلى مربع يعني أن تحاول إجراء مفاوضات على هذه الأرقام التي تطالب بها. في حال جرت هذه المفاوضات تفهم حماس وتعي تماما أن إسرائيل ستحاول الضغط باتجاه تقليل الأعداد التي تطالب بالإفراج عنهم، ولكن في حال جرت مفاوضات باعتقاد يمكن الوصول لنقطة لقاء أو التقاء يتم التوافق عليها بين جميع الأطراف من أجل محاولة الوصول لاتفاق يساهم في وقف إطلاق نار مؤقت لستة أو تسعة أسابيع وفق المخطط المقترح حتى اللحظة. ولذلك الأيام المقبلة يعني قد تشهد المفاوضات التي ستجري في الدوحة تطورات إيجابية ومهمة للغاية، وقد يكون خلال يعني بعد منتصف شهر رمضان تقريبا قد نكون أمامه حقيقية تستمر لهذه الفترة. ولذلك حماس تسعى لحلحلة الأزمة الإنسانية في منطقة قطاع غزة ومن خلال موضوع عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة أو إدخال المساعدات الإنسانية إلى مناطق شمال القطاع وضمان وقف العدوان في الوقت الحالي خلال هذه الفترة بشكل كامل. بالتأكيد يعني حماس تريد ضمانات واضحة على ضرورة استكمال المفاوضات على أمل أن يتم وقف إطلاق نار بشكل كامل، وهي تحاول على الأقل في الفترة المقبلة تأجيل يعني أي عملية عسكرية في رفح في ظل وجود أكثر من 1,400,000 فلسطيني في تلك المنطقة غالبيتهم من النازحين من شمال قطاع غزة، وهذا الأمر يحتم على الحركة التحرك بمسؤولية وباتفاق مع الفصائل الفلسطينية الأخرى التي تدعم مثل هذا الخيار رغم أنها كانت تتمسك بالكثير من شروطها مع بداية المفاوضات. نعم، ابقى معي ضياء. عودة إلى دكتور موشي. دكتور موشي، يبدو بأن الضغط الدولي بشأن عملية في رفح حقيقي، كيف ستتجاوزه إسرائيل إن قررت خوض عملية في هذه المدينة التي يعيش فيها 1.5 مليون فلسطيني؟ أعتقد أن هذه المسألة نقشت بين إسرائيل والولايات المتحدة وبين إسرائيل ومصر، والأجهزة الأمن الإسرائيلية المصرية ناقشت هذا الموضوع عدة مرات. إذا راح يكون مثلا الهجوم في رفح في توقيت معين، مصر راح تعلم عن الموضوع، أمريكا راح تحط يعني خبر عن هذا الاجتياح، وثانيا كل شيء راح يكون بالتنسيق. فلذلك اعتقد ان المصريين وافقوا على هذا الهجوم او حمله. امريكا الى حدود حمراء بخصوص عدد السكان الذين موجودين هناك، وعندهم تخوف راح يموتوا هناك يعني ابرياء، ناس ابرياء وغير محطوطين بصورة الحرب. إسرائيل يعني ملتزمة بتكميل المهمة، معناته اجتياح في رفح، تدمير 4 أو 4.5 كتائب حمصوية التي تتواجد هناك، الأخيرة الكتائب الأخيرة هناك، وطبعا الكداء على المسؤولين في حماس، وبالتالي طبعا إن شاء الله تحرير المحتوفين. هذه راح تكون يعني إذا المناقشات بالنسبة للصفقة
راح ترجع بدون أي نتيجة. أعتقد نحن على أبواب حملة جديدة في منطقة رفح. نعم دكتور موشي العاد، كولونيل احتياط في الجيش الإسرائيلي ومحاضر في كلية الجليل الغربي، شكرا لك على كل هذه المعلومات. ونختم هذه التغطية في مدينة القدس وعودة إلى مراسلنا وسام كبهة. وسام كبهة، الأجواء لديك؟ نعم هلا، بالفعل يعني كما ذكرتي الأجواء هي أكثر من هادئة وبعض أجواء الفرح، ولكن ممكن أن نرى ونشاهد بأن الحرب في قطاع غزة تلقي بظلالها على الجميع. هنا هذه اللحظة هي تشاهدها صيحات من الشباب، مجرد بعض الصيحات التي يعني نتحدث عنها في شكل نعم ما تشاهدينه يعني اللافت. في كل رمضان هلا يتم هنا تزيين هذه الساحة بهلال القدس وزينة الخاصة في شهر رمضان، ولكن اليوم نشاهد أنه لا يوجد أي مظاهر من مظاهر شهر رمضان المبارك. ولكن بالفعل كان هناك تخوف من أن يكون هناك اليوم يعني العديد من الاشتباكات، وكان تخوف من الساسة الإسرائيليين، ولكن حتى هذه اللحظة نتحدث عن 90,000 مصلي هلا حضروا إلى باحات المسجد الأقصى، وتحديدا حضروا إلى باب العمود هنا في ظل التخوفات من أن يكون هناك تصعيد. نتحدث عن مقارب 3,000 شرطي من القوات الخاصة وحرس الحدود متواجدون هنا في مدينة القدس بانتظار أي فتيل لأشرار. نشاهد سواتر حديدية في كل مكان هلا، الشرطة الإسرائيلية كما تشاهدين في كل مكان، وحتى تقوم يعني التواجد على الأسوار وتقوم بالمراقبة. ولكن بالفعل ممكن أن نقول لك أنه 50% هنا بعض أجواء من رمضان، ليست أجواء نعم. كاملة. نشاهد العائلات والأشخاص الذين حضروا إلى هنا، ولكن حتى هذه اللحظة نعم. هلا لا يوجد مظاهر لشهر رمضان المبارك كما عهدناها في سنوات سابقة. نعم، مراسلنا وسام كبهة من باب العمود، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. وبهذا نختم هذه التغطية، شكرا لكم على حسن المشاهدة وإلى اللقاء.